حنا راس اونفون كنتواجدوا اليوم منطقة فابريكا الطحين، جولة ليلية اليوم من منطقة محصحص جنا بيضاوة إلى تجزئة السلام. الآن داخلين على منطقة ديال محصحص، الساعة تشير إلى الساعة 8:00. الكل يتسابق، كل شيء كيجري طبق القرارات الحكومية، كل شيء الآن كيتسابق كيصارع أنهم لم يعلم الحالة المكشفات. كندخلوا منطقة ديال محصحص، هادي اللي كتوجد على الشمال ديالنا منطقة محصحص، على اليمين ديال الشاشة منطقة حومة قرصية. الشارع هذا بدا الترميم ديالو، ولكن للأسف باقي ما تقامش التزفيت ديالو، يعني واحد الحالة مرتية هاد الشارع. المواطنين كلشي غادي كيجري لدارو. جميع المحلات، جميع المحلات تطبق قرار الحكومة بإغلاق على الساعة 8:00. كتوجدوا الآن منطقة محصحص، غندخلوا منطقة ديال جنان بيضاوة. جميع المحلات، المقاهي، كل شيء تم إغلاق ديالها، كل شيء كيشد الآن. الساعة تشير إلى الساعة 8:00 إلا 4 دقائق. الكل الساكنة والمواطنين كل شيء كيتسابق للدخول إلى المنازل لتنفيذ القرارات ديال الحكومة. المحلات تغلق الساعة 8:00، وجميع المواطنين الآن كتواجدوا بحومة جنان بيضاوة، الحومة اللي كتعاود تشري هذا تا هو تهيئة. كل شيء كيتسابق أنه باش يدخل الدار ديالو قبل الساعة 9:00، لأن بعد الساعة 9:00 ليلا كيبدأ الحظر الجوال إلى الساعة 6:00 صباحا، وأي واحد تم القبض عليه بالشارع العام ما بعد الساعة 9:00 طبق عليه قرار ديال اختراق حظر الجوال. مسجد أجنان بيضاوة الشهير، هذا المسجد التاريخي قديم. كندخلوا منطقة ديال تجزئة السلام، جميع المحلات والمقاهي كلها تم إغلاقها، كل شيء شد. الكل يتسابق قبل التاسعة. الآن كنتواجدوا بالضبط جزيئة السلام، قريبا من مدرسة إعداديات عكيم خطابي. مسجد السلام، والآن هنا أمام الابتدائية.
جميع الساكنة حسب اللي كنشوفو العايشين كاملين كيلتزمو بالحظر التجوال، كلشي كيتجه للدار ديالو. جميع المحلات تغلق. دخلنا الآن الساعة الثامنة، كلشي شاد. كندخلو دابا المنطقة ديال الحي، حي الطورة ديالو. هذا الحي الشعبي الذي لا زال فيه منطقة صفحية كاملة. جميع المحلات مغلقة، الكل ملتزم بالحظر التجوال وساعة الإغلاق الثامنة، كل شيء شد. حتى المواطنين كلهم سابقون، حتى في الأحياء الشعبية. ندخل الآن المنطقة ديال تزيئة النجمة، المحلات كلها مغلقة، الساكنة كلها كلشي كيتمشى للدار ديالو، كلشي كيتجه للمنزل ديالو. لاراش أنفو، كنا معكم في هذه الجولة الليلية التي من خلالها زرنا لعدة أحياء شعبية، وانتظرنا في جولة ليلية أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.